ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم مع فيديو جديد. النهارده حبيت اقول لكم انا فاضل لي واحده واللعبه مش راضيه تديها لي خالص. بصوا انا هقول لكم حاجه، انتوا اول ما تجيبوا الفلوس هيقول لكم اكتبوا الروبلوكس اي دي بتاعكم، هتكتبوه بعدين تقريبا هيدوكوا الروبلوكس. فهو انا اساسا مش تديني الدنيا اخر حاجه، هتاخد مني 100 سنة عشان تبقوا عارفين. بس يعني شوفوا الرقم فاضل لي 0.01 وبعدين هجيب خلاص. يا رب تطلع حقيقة، بس هو ده المهم. يعني مش مهم هتاخد قد ايه، لو حقيقة حلال فيها تعب، لو كدب لا. بس انا حلال. وانا هبعمل لكم فيديو ان شاء الله قبل ما اجيبها، وبس كده نلعبها شوية يمكن يبقى في حظ في الفيديو. يلا دعوا يا جماعة، دعولي بجد. انا ممكن اعمل جيف اوي لألف روبوكس لو لعبة طلعت حقيقة. على فكرة مبهزرش، بس جيف اوي دي هتبقى عند 200 مشترك. استنى بقى الاعلان. طبعا يعني اللعبة صعبة جدا، مش سهلة زي ما انتوا فاكرين خالص خالص. ثانية واحدة، يلا نكمل. عامة بصوا فلوس يعني زادت، انا لو معرفتش اجيب دي ممكن استسلم واحاول اركز في دي بقى. الدول مش كويس جدا، بس شغال يعني، اللي هو يعني نحاول نزق. بصوا انا ممكن احاول انزل اللعبة دي على جهاز تاني والعبها واحاول في الفلوس. هبقى اعمل لكم فيديو برضو ولا يهمكم، يعني هجربها ماشي، ما عنديش مانع والله. هجربها لكم بعدين بقى، ابقى اجربها ممكن ان شاء الله ابقى اعملها لكم بكره او بعده او كده، يعني على حسب عشان تبقوا عارفين. بس الدراسه خلاص بعد الشر، بعد بكره بصراحة نكد يعني، انا مش عايز اروح. محدش عايز يروح. بس التلفزيون شغال دلوقتي. فالدوشة دي يعني ما تركزوش معاها اوي. طبعا واللعبة بتسرقني يعني ولا ايه؟ مش فاهمة. انا حاسه فلوس هتقل جدا لو حد يعني على الاخر خالص، يعني خلاص يعني هتقل جدا. ليه ما اعرفش، بس ده احساسي. مثل الفلوس بتقل كل ما اجي اقرب، او الحاجة اللي احنا عايزينها هتقل كل ما اجي قربت من الرقم، هتقعد تقل ممكن يدوكوا بالمية اساسا. يا رب تطلع حقيقة. دعواتكم يا جماعة، الروبوك ده هيبقى من نصيب حد محظوظ جدا جدا جدا. مش هقول اسمه طبعا في التعليقات، لا هقول يعني براحتكم. اللي عايز يشترك في الجيف اواي يعمل كومنت، لا لما نشوف اللعبة لو الحقيقة ولا لا. عشان لو مش حقيقة هعمل ايه؟ هعمل كانسل للجيف اواي. ف دي طبعا اول جيف اواي اعملها في حياتي، انا قلت يعني حاجه تفرحكم شويه. بس المهم بس اللعبه تطلع حقيقه، ما هو ده بس اللي ناقصني في حياتي. اوكي بصوا هو اوكي قربنا خلاص. بصوا هو انا ما حد يقول لي هو امتى بقى هجيب الرقم، يعني انا زهقت بصراحه. طب بصوا بقى خلاص كفايه كده يا جماعه، اشوفكم مره جايه مع فيديو جديد. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، احاول احل اللعبه اللي انا عملتها في اللعبه دي.
وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.